ننتقل بقى سريعا علشان نتعرف على حاله الجو مع الاستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الورد يا فندم، واهم ملاحظات حضرتك على الحاله الجويه النهارده هتكون ايه؟ صباح النور يا فندم. درجه الحراره الان في القاهره 12 درجه. نعم، وطبعا الجو بارد خلال هذا التوقيت، ويمكن اللي بيزيد من احساسنا ببروده الجو خلال هذا الوقت هو سرعه الرياح، لكن ان شاء الله خلال الساعات القادمه هترتفع درجات الحراره تدريجيا لتصل الى 18 درجه مئويه على القاهره بالوجه البحري. اذا طقس اليوم مائل للبروده خلال ساعات النهار، يظل شديد البروده ليلا على كافه انحاء القريه، يصل الى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء على المزروعات تحديدا. خلال هذا التوقيت شبوره مائيه كثيفه على الطرق المؤديه لمدن القناه وايضا الساحل الشمالي الوجه البحري وشمال الصعيد. على الساعة 9 من صباح اليوم إن شاء الله تنقشع تماما هذه الشبورة، والفترة القادمة طبعا مزيد من الاعتدال والتحسن في حالة الطقس. طيب أستاذ وحيد، هل في تعليمات ممكن حضرتك تقولها للمشاهدين أو المواطنين في حالة يعني لو نازلين برضو بدري؟ اه طبعا تكيد الملابس بقدر الامكان، يمكن في بعض من ابنائنا بينزل يمتحن دلوقتي. يجب فعلا تكيد الملابس المتجهين الى مدن ومحافظات القناه، خاصه طريق القاهره الاسماعيليه الرؤيه منخفضه تماما بسبب الشبوره، فطبعا يرجى القياده بهدوء، يبقى في مسافه امان بين السياره والاخرى، عدم تخطي السيارات الاماميه. استاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد الجويه، بنشكرك شكرا جزيلا وصباحك زي الورد.